با إيه لك خوفتني شبك شبك ليش خفتي؟ شوفي ولا شي خلص انسي شوفي يلا حكيلي لأنه دبلت شو؟ قصدك الوردة؟ عادي طبعا رح تدبل بس ما كان بدي اياها تدبل كتير كانت حلوة ايه أنا جبت لك ياها بس ليكي كيف دبلت يعني كنت جايبة مشاني؟ عن جد لإلي؟ يسلموا كتير حلوة مو هيك يا رجال والله كل هاللعب مو ظابط انتو عم تغشوا ها شوف مين مرة آدم والعريس لك جوزوا هالولد لغيوم حبيبتك يا زلمة حسين ورحتوا طلبتوا إيدا لغيوم شو صار اه رحنا طبعا ما قبلوا فيك لأنه عمرك مو صغير قال مشان أخذ غيوم لازم كون لسه عم اشرب حليب من أمي والله هالأرض عم تعبني كتير بالزراعة عم فكر جيب عمال عليها الموسم اوه شو جايين بكير شو صاير معك اخي ما في شي شو بر فيك امه ضربته ليش لانه قال له بده يتجوز امه نزلت فيه ضرب مو قلت لك الزواج مو موضوع سهل شو التصرف الغبي يا رفيقي ليش الموضوع كان سهل عندك هو ابوه عبد القدير ومعه مصاري ليش هي نور امبارح تزوجت وابوها مانه غني ليش الجواز صار بس للأغنياء؟ ليش شو ناقصنا نحنا؟ مو موضوع المصاري مثل ما عم قلك أنا هلأ فهمت لكن شو؟ أمي اللي قالت لي أنت لازم تتزوج مشان تصير زلمة وهيك رحنا نطلب إيدي البنت الموضوع أنه أنت زلمة أو لا يعني صير زلمة أول وبعدين تزوج اللي بدك إياها طيب قل لي كيف تصير زلمة؟ يلا علمني مليت وأنا أكل قتل يا كنتي غيوم وينك يا بنت شو أمي خيرية مشغولة عم تحضر العشاء بتروحي لعند الخياطة شكراً تعطيها هدول وتخبريها أنه نقلي حاضر أمي لا تتأخري رجعي بسرعة ويا ويلك تفكري تروحي هون ولا هون لا أمي برجع فوراً عن طريقي استني بدي حاكيكي ليش شو بدك تحكي معي؟ ما في شي نحكي بلكي أنا عندي حكي معك شو بيعرفك؟ ما بيهمني بنوبة غيوم أحسن لك ما تعانديني بعد تروك إيدي وقلا وقلا شو بتعملي؟ بتنادي على جوزي؟ قصدك هذا الولد؟ بس علي صوتك شوي هلأ بيكون عم يلعب مو فاضي لك أبدا تروك ريحتك مثل الورد يا غيوم أنت واحد قليل أدب عم تغلط مع واحدة متزوجة لا تجنيني يا بنت معقولك أن تتزوجي من هيك ولد؟ طلعي علي أنا بناسبك ولازم أتزوجك ورح أركع تحت رجليكي شوفي لأي درجة بحبك تركني لا تكوني قاسية تعالي معي وتركي هالولد شو بدك فيه؟ بدي إياكي يا غيوم هالولد يلي عم تحكي عنه بيكون زوجي فهم بقى وحل عني يلا نقلع ما رح خليك تتهني مع هالولد يا غيوم خانم ورح تصيري إلي أنا بكرة بتشوفي كيف رح تصيري إلي إلي فهمتي؟ هاد شو عم يساوي؟
شو بيعرفني أنا؟ هو تزوج وصار يشوف حاله علينا. تعال نشوف آخرته. شو هاد؟ عم بعمل طاولة غيوم. وليش؟ أنا حابب هدية. هيك إجا عباله. ما بدك تلعب معنا؟ شو قلت؟ ما بدي، روحوا انتوا لعبوا. يا سلام، ايه بالناقص لا تلعب، خليك قاعد. ليش هيك متغير؟ والله ما بعرف. صوفي ولا شي، خلص انسي. صوفي يلا حكيلي. لأنه دبلت. شو قصدك الوردة؟ عادي طبعا رح تدبل. بس ما كان بدي اياها تدبل، كتير كانت حلوة. ايه انا جبتلك اياها، بس ليكي كيف دبلت. يعني كنت جايبها مشاني؟ عن جد لإلي؟ يسلموا، كتير حلوة. بلكي بتبوسني مرة تانية. غيوم؟ شوفي، ليش خفتي مثل يلي عامل عملة؟ ما في شي، بس رعبتيني، وديت لك الغراض وهي رجعت. حماكي عم بيسأل إذا كنتي حامل، قبل ما العالم تبلش تحكي جيبي لنا هالحفيد. أمي جميل. ها ليكو إجا. غيوم طمنيني كيفك. شو عم تعمل؟ ما بتستحي ماسك إيدها قدام أمك وأبوك؟ ها؟ برافو عليه، طالع لأبو. هي لسه ما حبلتها؟ رح تحبل عن قريب إن شاء الله. وبتشوفي مانك شايفة ليك كيف لازق فيها كل الوقت. إيه إن شاء الله، صار لهم سنة متجوزين والناس بلشت تحكي علينا. روحي لعند أمها وحاكيها، قولي لها خليها تعلم بنتها شو تعمل. وإذا ما حبلت تأخذ بنتها وتروح. خيرية خيرية. حاضر يا ستي. روحي نادي لي إما لغيوم، خليها تجي ليلى عاوزتها بموضوع. حاضر. يلا بسرعة. غيوم غيوم شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ لا أنا ما عم ببكي. ليش عم تكذبي؟ قلت لك ما عم ببكي. شو هاد؟ أنا عملته، عجبك؟ إيه طبعاً عجبني، كتير حلو. يسلموا، لأنك عملته كرمالي بجنن. ما بستاهل بوسة؟ غيوم يلا اجيت. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.